خلينا نعمل حديث عن الحب والسلام والتسامح و و و يعني يوم يعمل اول حفله في تونس بعد الحداد على الشهداء اللي صاروا اللي كانوا في شعامي. هل ينوي صراحه يعني التبرع من كشفته الخاص لفائده عائلات شهداء؟ It's possible. It's possible. That's probably true. That's probably going to happen. We haven't really discussed it in great detail. I found out about. It's very painful when I heard the news. I was actually flying from one place to another when I found out about what happened here. But I really don't. I didn't come here to focus on the pain. I came here to heal, if I can. And we haven't had enough chance to sit down and figure out. I'm more concerned about touching the people that are going to come to see us and make them feel good about their country, who they are, about themselves. There's a lot of that we can do. It has not been discussed yet. That's the honest thing. أقول بكل صراحة لم نفكر بعد في شكل هذا ممكن قد يكون ممكنا أن نفكر في مساعدة أو في هبة. أنا سمعت بالهجمات الإرهابية وأنا في طريقي إلى تونس وتألمت لذلك ولا أريد أن أركز على الألم بل أريد أن أركز على الأمل. أريد أن أحيي هذا الحفل ليشعر الجميع بالسعادة الجمهور بالسعادة وأن أبعد في الأمل. بصراحة لم نفكر لكن الإمكانية وين؟ خلينا من الحديث عن الإمكانيات بما أنه يعني موجود هنا ولم كريزان يمكنه موجود بحذات معنى فرصة توبشياني ياخذ قرار بإمكانية التبرع. You are very fair. A very fair lady, but I don't make decisions under pressure like this. That's not smart. أنت سيدة جميلة وأنا لا أخذ قرارات تحت الضغط رغم ذكائك. هذه مش قرارات تحت الضغط. هذه قرارات من أجل السلام، قرارات من أجل الحب. This is a decision for peace, for love. Exactly. I came here because I wanted to show the world that Tunisia is a great country and the people are great, and that's the message that has to go out of here. There's problems and you will solve your problems. هو ذكي برشا ريتو اليوم كيف جاو في الكونفرنس دو بريس ظاهر هو فنان ما يحبش يدخل في حتى نوع من انواع المبادرات الماليه وفلوس وتبرع الجنود وكل الحقيقة عرف كيفاش يخرج من السؤال اللي سألته له هيلا طريقة ذكية. هذه مسألة خاصة به معناتها ما تنجمش أنت تقول إنسان يعطي، لكن هو كإنسان يعني أنا بصراحة قعدت باهتة فيه، تعرفت عليه البارح، إنسان بسيط جدا وكي تحكي معاه يفهم وفاهم الوضع في تونس وفاهم اللي احنا في مرحلة صعيبة، ولكن فما أمال كبيرة. والليلة زادة فما مساج من الجمهور على خاطر برشا ناس وقت اللي يصير ضربات موجعة لتونس يقولوا الناس باش تقعد في ديارها. هذا قرار الناس، قرار الجمهور انهم لا ما يقعدوش في ديارها، واحنا بالحق باش نقاوموا الإرهاب هذايا.
سهرة رائعة رائعة، كانت على كل في كل المقاييس، الجودة اللي احنا دفعنا عليها لاخر رمق بالنسبة لي الفنانين العالميين اللي باش يجيو يلزم يكون فما جودة عالمية، وياني فنان ذات جودة، عنده موسيقيين من أبرز موسيقيين، يعطيك الصحة، من أبرز موسيقيين العالم راهو يعني يشتغلوا معاه، هو إلي أون تورني، يعني ماهوش فنان مستهلك وتوا جا بعد 10 سنين، إلي أون تورني 2014 وجانا. شيخة مش عادية، حتى تعرف هلا أنت سيدة ذي قداش أنا نعتبر روحي ماني صحافي لهنا، معناها شوي فان، وهذاك علاش أنا مش نكتب حتى كلمة خاطر شطحت. ونعرف نحن صحفيين كي يشطحوا ما يلزموش يكتبوا، فريمون حاجة مش عادية، حاجة مهبولة، حاجة نستناو فيها عنا سنين وسنين. أنا جبت ولدي معايا اليوم باش نسمع موسيقى أخرى مغايرة، هو بيدو معناها اليوم عمل سبيكتاكل وحده، دونك اسبيرون كو فهمني في كل عام وموا يجيبون حاجة تشبه الياني ولا أقوى من الياني.
مات ياني توفى وين هزم جمهور كارتاج اليوم ياني يقول كلمة ياني شنو يقول جمهور كارتاج ياني هذا الكل تبعوا كالعادة هو قال لنا كلام وانت كنت تقول له كلمة نقولوا كلمة ميرسي بيان وارجع بعدين خاطر جماعة تونس مع بعضها في كلمة فريمو اكستراوردينير فن تو سامبلومون فن يبكي ألم ريتو الألم يعني اليوم عمل الألم حاجة كبيرة موسيقيا انك رويابل وكهو جو تادور جو تايم إلي إكسرا سي الميور سي تري بيان برافو يسر كويس في الموسيق وفي البيانو نتاعو كل يسر عجبني مانيفيك برافو اي سي فريمون ماجيك سكو تو في كونتينيو بوكو ديماجيناسيون اي ميوزيك انترناسيونال اكستراوردينير سواري مانيفيك حلوه ياسر موسيقته ياسر حلوه ونسيتنا شرد نسيتنا شويه في الحزن اللي في تونس اكسبيريونس ممكن واحد مره في حياته لازم يعيشها هذه وشي بحضني هذه هو قال معناتها الريغريت دو نو با اللي ما جاش قبل تونس ان شاء الله يجينا مره اخرى ان شاء الله مرحبا بيه يستحق ان احنا نخلصوا عليه بوكي دو فلور كبيره ياسر ونقولوا له ميرسي انك جيت في وقت صعيب في تونس خاطر سمعت انه ما يحبش يجي اذا الحال معناها الامن غير متوفر في البلاد رغم ذلك جاء نقولوا له تونس ببينها محلوله ليك ولكل فنان يحب يجينا رانا باش يلقانا تونس ديما مزيانه ومعنا حتى شيء ان شاء الله